هند، ايه اللي جابك دلوقتي؟ قضيت عليك، بكلمك من امبارح ما بتردش. رجعت متاخر، في حاجه؟ لا انا عايزه اطمن عليك. طمني، انا كويس. انت ليه بتكلمني كده؟ ليه متغير معايا؟ مش متغير ولا حاجه، ده طول عمري كده. بس انا في اليومين اللي فاتوا دول شفت راجل تاني خالص. راجل اهبل. لا مش صحيح. انت ليه عايز تعزل نفسك تاني؟ خايف لحياتك تتغير؟ وانت بقى اللي هتغيري لي حياتي. انت مش حاسس ان اليومين اللي فاتوا دول كانوا احسن بكتير؟ لا الاول كان احسن. لا الاول ما كانش في حاجه خالص، قافل على نفسك. وايه المشكله انك حاولت في حاجه وما نفعتش؟ مش هي دي المشكله. المشكله اني اكتشفت ان كل حاجه عملتها في حياتي بدافع الخوف سميتها حاجه تانية. رعبي من التمثيل سميته رساله التدريس المقدسه. فشلي في التعامل مع الدنيا اللي بتتغير نظام. المشاعر المزيفة اللي بيني وبين مراتي سميتها حب. فشلت في كل حاجة في حياتي عشان خايف. احنا عايزين نشيل الخوف ده من جواك عشان يبان الوش التاني، الوش الجميل اللي انا شفته. نفسي الدنيا كلها تشوفه معايا. مش عارفة تفهميني ولا لأ. أنا بحبك وبخاف عليك. طيب اوكي، يبقى احنا كده جاهزين للباك شوت الجاي اول ما تجهز الهاند موديل. ازيك طارق؟ انا ازيك يا هاني، اخبارك ايه؟ الحمد لله. مبروك يا سيدي. مبروك على ايه؟ انا سمعت انك كسبت هند. احسن برضو. بس ليه البت دي يا عم بتلعب على كل لون؟ دي حتى الايام دي ماشيه مع راجل كبير وبصرف عليه. لا يا راجل يا ابني، الناس دي ما يهمهاش غير ان حد يبقى في ظهرهم ويطلعهم السلم. وانت سمعت الكلام ده منين؟ اسمع مني، دي حتى عملت لي الحبتين دول قبل كده. ها؟ بس انا سقعت لها. روح يا ابني، انت فعلا ربنا بيحبك. تصدق يا اخي ان انت طلعت واد وسخ. وسخ؟ وسخ. انا الحق عليا يا عم. طب قوم بقى، قوم بدل ما نتشطف، قوم. الو الو، دكتور محمود، حضرتك فاكرني؟ انا طارق. فاكرك. انا كنت عايز اقابل حضرتك ضروري. بخصوص ايه؟ صباح الخير. تحب حضرتك تشرب حاجه؟ تشرب ايه؟ ولا حاجه، شكرا. كابتشينو. انت ايه اللي بينك وبين هند؟ انت بتسالني بصفتي ايه؟ بصفتي اني بحبها ومتاكد كمان ان هي بتحبني. ولما انت متاكد قوي كده خايف مني ليه؟ لا انا مش خايف منك، بس هي البنات ساعات بيتهيألها ان الراجل الكبير انضج واهدى.
أنا متهيألي إن المناقشة دي لازم تكون بينك أنت وهند. أنا ماليش مكان فيها. لا، في حاجة مهمة ولازم تعرفها كويس قوي، إن أنا مش ممكن أبعد عن هند. أديني يا سيدي عرفت. أي خدمة تانية؟ أنت مستهزئ بكلامي. مش مهم. عموماً أنا حبيت أقول لك اللي عندي. أنا كمان عاوز أقول لك اللي عندي. الحكاية ولا هي سن ولا نضج ولا غيره. في مشكلة بينكم أنتوا الاتنين. يوم ما تعرف تحلها هتلاقيها هي اللي بتجري وراك. أنت فاهم غلط. أنا مش عايزها تجري ورايا. أنا عايزها معايا. عن إذنك. أنا لسه بحبك. بتهيألي صعب الواحد يحب حد بجد وينساه بسهولة. أنا لما سيبنا بعض كل حاجة اتغيرت، وحسيت إن أنا كمان لازم هتغير، وخفت. مش عارف خفت من إيه بالظبط، بس يمكن خفت من التغيير. بس الخوف ده كان غريب قوي، عمري ما حسيته قبل كده. بعدها قدرت أقف وقفة وأحدد إيه المهم بالنسبة لي ومين المهم ليا. هند، أنا بحبك. أنا اتغيرت عشان حبيتك بجد. بس أنا متلخبطة، مفيش حاجة واضحة بالنسبة لي. مش عارفة أنا عايزة إيه، مش عارفة إيه الصح وإيه الغلط. أنا عارف. أنا كمان كنت متلخبط زيك بالظبط. بس أنا متأكد إن بعد اللخبطة دي كل حاجة هتبقى واضحة بالنسبة لك. هتفهمي نفسك. هتعرفي أنت عايزة إيه بالظبط. وهو ده المهم. يا هند، أنا سامع إنهم ضحكوا عليك، وبعدين ده قعد في جملتين ساعة ونص. أستاذ حسام، نخلي مدام نادية تجهز؟ خليها تبدأ بأكياس بسرعة. صدقني هو كويس بس اتخبط، وبعدين ده دور صغير قوي، انت لسه ما جبتش فيه حد. عشان خاطري يا حسن، عشان خاطري. اوكي. ازيك؟ انا بعمل شاي. اعمل لك معايا؟ انا عايزك في حاجه مهمه قوي. خير؟ جايبه لك دور. دور كوميدي؟ اشمعنى كوميدي؟ عشان يعرفوا يضحكوا عليا زي المره اللي فاتت. عشان خاطري بقى، عايزين ننسى المره اللي فاتت دي. ما فيهاش حاجه لما تجرب تاني. من فضلك، كفايه اللي حصل. ما هو حصل خلاص، هيحصل ايه تاني؟ انت خسران ايه وانا عامله حسابي على كل حاجه. خد احفظ ده.